عن عمرو جمال. عمرو جمال مهاجم فاركو طبعا بيحتاج ل 30 يوم في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي عشان يتعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي وينتظم بقى في التدريبات الجماعية لفريقه في الفترة المقبلة. طبعا عمرو جمال كان انتقل لصفوف فاركو في الموسم الماضي، شارك في 11 مباراة قبل ما يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي، كانت في مواجهة نادي الإسماعيلي في الجولة 12 من الدوري العام المصري الموسم اللي فات. وعمرو جمال دي الإصابة الثانية بالرباط الصليبي، أصيب من قبل مع النادي الأهلي بالرباط الصليبي، لكن نتمنى له الشفاء ويرجع بقوة يدعم صفوف نادي فاركو في المرحلة القادمة. نروح دلوقتي لأخبار نادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش اللي بيختتم استعداداته بقيادة طبعا الكابتن علاء عبد العال لمواجهة الداخلية، مباراة بكرة إن شاء الله هتكون المباراة الساعة 7 مساء، هتكون المباراة يوم الخميس بالجولة الأولى لمسابقة الدوري. بيخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه، بعديها يعلن الكابتن علاء عبد العال قائمة المباراة اللي هتدخل بقى أكيد معسكر مغلق النهاردة قبل المباراة ب 24 ساعة. أكيد كابتن علاء عبد العال بيتطلع لقيادة نادي طلائع الجيش لحصد أول 3 نقاط في مسابقة الدوري العام المصري، وهيكون ده الظهور الأول لنادي طلائع الجيش بعد تولي المسؤولية طبعا الفنية بعد رحيل الكابتن طارق العشري نادي سموحة. بيفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا، ده اللاعب خط وسط الفريق اللي هيغيب عن المباراة القادمة. من أخبار الأندية نروح لأخبار منتخباتنا الوطنية المختلفة. بينطلق النهاردة اليوم الأربعاء معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي استعداداً لمباراتين طبعا إسواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر طبعا إقامتها في المغرب العام القادم إن شاء الله. وبيستضيف ملعب نادي هيليوبلس تدريبات المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى إسواتيني استعداداً طبعا للمواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم، ودي هتكون في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وبيخوض المنتخب الأولمبي تدريبين فقط على ملعب نادي هيليوبلس، وده طبعا لأن أرضيته من الترتان وهي نفس أرضية الملعب اللي هتستضيف مباراة الذهاب أمام إسواتيني. نتمنى طبعا كل التوفيق لميكالي وطبعا المنتخب الأولمبي، ونتمنى ليهم إن شاء الله التوفيق الفترة القادمة ويحققوا كل الإنجازات. نروح دلوقتي لمنتخبنا الاول، وبيحسب خلاص روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الموقف النهائي والحاسم بشان مواجهه منتخب الكويت وديا، بعدما تلقى الاتحاد الكره المصري عرض من نظيره الكويتي لاقامه مباراه وديه بين المنتخبين المصري والكويتي خلال معسكر الفراعنه اللي هيكون في شهر نوفمبر القادم بالكويت، حيث يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا هيكون وديا يوم 18 من نفس الشهر، ومنتظر بقى ان المنتخب مصر يواجه المنتخب الكويتي اذا قدر الطرفين ان هو يتفقوا على هذا اللقاء. كمان هيحضر طبعا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مباراتي ام بي وبيراميدز المقرر ليها طبعا الساعه 5 النهارده باستاد بيترو سبورت في الجوله الاولى للدوري، وهيكون معاه اعضاء الجهاز الفني محمد غرابه المدير الاداري للمنتخب. كمان هيحضر البرتغالي روي فيتوريا مباراه الزمالك وسموحه المقرر ليها ايضا النهارده الساعه 7 مساء باستاد المقاولون العرب. طبعا فيتوريا اكيد معودني يعني في الفترات الاخيره هو بيتفرج على كل المباريات وهيحضر يعني في ناس ما تقول مش معنى ما حضرش مباراه الاهلي ان مباراه الاهلي هتكون في برج العرب، فبالتالي هيحضر المباراتين اللي هم موجودين في القاهره اللي هو يقدر يروحهم، فبالتالي يحضر مباراه ام بي وبيراميدز وايضا مباراه نادي الزمالك وسموحه كده تكون